عليكم. معكم زينة نادية أوكل. احنا في صالون بي بيوتيفول سبيسياليست سوان فيزاج مساج. غادي نبدا نكومونسي ان شاء الله هنايا مستقبل الكليان ديالي. بديت في المغرب بالضبط في مدينة طنجة. جيت وقفت الخدمة تما، جيت من هنايا في 2004 تزوجت وجيت. وقفت واحد المدة طويلة حتى عشت الوليدات الزوج العمل. ها دابا 7 سنين باش بدينا بديت الكارير ديالي، بديتها 100% وكنت مترددة انني نحل صالون. منين جبرت الاصدقاء ديالي نادية وسميرة شجعوني باش نعمل معاهم صالون، والحمد لله احنا ماشيين. 2019 كنتمناها تكون فالخير علينا كاملين. بالنسبة للخدمات اللي كنقدموا للزبناء ديالنا، ملي كيدخل عندنا للصالون كنبداو بالسوان دو فيزاج. اللي كتبغي تعمل المساج كنعملوا لها المساج. عندنا المينيكور بيديكور، منين كيساليو هذه المراحل كامله كيدوزوا لعندي بوغ الماكياج شينيون. كنستقبلوا حتى العرائس. وبقي عندنا باش نخرجوا ان برودوي خاص بالتجميل الماكياج ديالنا على الاسم ديال الصالون ان شاء الله، وغيكون في القريب العاجل. ودابا باش نسنيو كونترا مع شركه ايطاليا باش نبداو نجيبوا المنتوج ايطالي هنا في بروكسل، وغيكون اكسيبسيونيل بوغ نو حنا ان شاء الله. كيميز الصالون ديالنا هو انه جا في موقع راقي، واضافه على هذا الشيء هذا كنستعملوا منتوجات طبيعيه مختلفة من المغرب ومن دول أوروبية. على داك الشيء باش كنخليو الزبناء ديالنا على خاطرهم ويكونوا جبروا واحد النتيجة جيدة عندنا حنا هنا في الصالون بي بيوتيفول. العنوان ديالو غيكون موجود هنا. مرحبا بكم ولهلا يحشمنا. دابا كتشوفوا معايا جوج ديال النماذج من القفطان المغربي اللي كيبان لكم هنايا. هذا القفطان في الكولور فاتح والغوص ومخدوم بالصقلي وخدمة المعلم، واعتمدت على الاحجار شورفسكي اللي كتعطي جمالية للبسة. اللبسة الثانية اللبسة ديال العرائس هي بيد اعتمدت على خدمة المعلم والطرز والصقلي، مخدومة بالصقلي والعقاد. هادو جوج ديال النماذج، ولكن في الأيام المقبلة إن شاء الله ماشي يجوني تصاميم جديدة ومتميزة في أعلى مستوى الأناقة. وكنتمنى نكون عند حسن ظن الزبائن ديالي، ودايما جبروا عندي إن شاء الله الجديد.